يعني الست تزور في تاريخ ميلادها ماشي، واحد يزور توكيل تقبضوا عليه أو واحد زور له توكيل تقبضوا عليه وتسجنوه سنة. تخيل أنت أحمد الطنطاوي اللي كان هيترشح لرئاسة الجمهورية دلوقتي في السجن عشان في حد زور له توكيل. تخيل الفجرة وهم أكبر مزورين في التاريخ. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحد من المشاهد العبقرية للممثل الكبير نجيب الريحاني في فيلم أبو حلموس، نجيب الريحاني الشخصية في الفيلم بتدي نصايح لناظر العزبة الحرامي أبو زمة كاوتش، بيديله نصايح ودروس في كيفية ضرب أرقام الفواتير وتزويرها عشان تبان إنها مقبولة وتتبلع، وعشان السرقة كبيرة بس تعدي. المشهد ده خالد مخلد في تاريخ السينما المصرية، نجيب الريحاني وعباس فارس. اسمع واتفرج. كشف بمبلغ 92 جنيه و17 قرش و3 ملين عن قيمة ما صرف في بياض الغرفة البحرية بمنزل حارة أواوير. طيب يا جدع انت في ايه؟ اوضه واحده بيضطوها ب92 جنيه. ايوه ازاي؟ ليه؟ بيضطوها بايه؟ بلبن زبادي؟ بمربى التفاح؟ اظن كتير شويه. كتير شويه؟ ده كتير قوي قوي. ده نقص، ده نقص. كلام في سرك؟ ناظر الوقف بتاعنا من الصنف التقيل يا شيخ. قوي قوي قوي. ده حرامي. حرامي؟ ايوه. وحرامي حمار كمان. حمار يا ايتهم زي ما عايزك، مش بالشكل ده. بقى فوضى 92 جنيه. امال ازاي؟ لا ده انتم مساكين قوي. انا اقول لك ازاي. ايه؟ كحت البياض القديم مثلا كذا، صنفرت الحيطان بعد الفحم كذا، تقطيب الخروم والثقوب كذا، تنليس الحيطان بعد التقطيب كذا، دهن اول وشي كذا، دهن تاني وشي كذا، دهن تالت وشي كذا، وبعد كده مش يعيد 92 جنيه، يعيد 192 جنيه كمان. كده تبقى مبلوعه. انت كنت بتشتغل فين؟ في محل تجاري. ثم تصور حضرتك ما يجي لي هناك خروف ب 18 جنيه وما اعرفش كم قرش وكم مليم. طب ودي كان يعيدها ازاي؟ لا انت منيله. نيله قوي قوي قوي. حبله ومحله وجردل لاكله وشرب الخروف. حكيم بيطري للعنايه بصحه الخروف. مزين لحلاقه شعر الخروف. يظهر عليك انك طليع قوي. وكده يكون الشغل. زي معامل المغفل ناظر الوقف. مش زي ما هو عامل المغفل ناظر الوقف. افتكرنا المشهد ده النهارده واحنا بنشوف النائب عبد المنعم امام بيفضح الحكومه اللي راحت زورت اوراق الموازنه الرسميه وعملت منها نسختين، نسخه للشعب اللي النور عنه مقطوع بالثلاث ساعات النهارده والبرلمان طبعا، ونسخه ثانيه لصندوق النقد. شفتوا يا حضرات؟ ناس اغبياء قال لك ايه؟ الشعب عايز اي موازنه، حطوا له الموازنه وخلاص. 92 جنيه بياض أوضة. إنما صندوق النقد نحط له حاجة تانية، كحت البياض القديم وهكذا. أمال إيه؟ النظام الغبي المزور ما كانش عامل حسابه إن صندوق النقد هياخد أرقام الموازنة وينشرها على موقعه الرسمي عشان تبقى الفضيحة علنية، تزوير رسمي دولي وعلى عينك يا تاجر. النائب عبد المنعم امام فاضح التزوير ده وقال لك في موازنتين يا حضرات، موازنه انتم مقدموها لنا وموازنه مقدمينها عن نفس السنه لصندوق النقد. اتفضل يا بيه. هذه ليست جلسه مناقشه او محاسبه، ولكنها من وجهه نظري ينبغي ان تكون جلسه محاكمه. يشرفني فيها ان امثل الادعاء عن شعب عظيم يستحق حياة ومستوى معيشة أفضل من ذلك بكثير. سيادة القاضي الجليل، هذه الحكومة أظهرت، وأنا بتهمها بأنها أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، لأنه مش معقول أبدا
نحن يكون عندنا نسختين من الموازنة العامة للدولة. النسخة دي اتسلمت لكل الناس، والنسخة الثانية اللي صدرت من صندوق النقد الدولي في إبريل 2024 تحت اسم تقرير عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني لمصر، واللي منشور على موقع الصندوق يقدر أي حد إنه يبص عليه. هذا التقرير بيتكلم فيه عن الموازنة الجديدة اللي احنا بنناقشها النهاردة 24-25، وفي هذه الموازنة موجود في الجداول إنها محطوطة بناء على ما قدمته الحكومة المصرية والجهات المتعلقة بالصندوق. المصروفات الإجمالية، مشروع الموازنة بيقول إنها 3,870,000,000,000 جنيه. صندوق النقد في تقريره قايل إنها 4,789,000,000. الأجور وتعويضات العاملين، مشروع الموازنة 575 مليار، صندوق النقد قايل 648 مليار. المصروفات الأخرى، مشروع الموازنة 162 مليار، صندوق النقد قايل 227 مليار. الإيرادات الأخرى 600 مليار معانا في مشروع الموازنة، صندوق النقد قايل 592. العجز، مشروع الموازنة 1,245,000,000,000 بناء عليه، صندوق النقد قايل 1,570,000,000,000. الأهم، مشروع الموازنة الفوائد مكتوب عندنا 1,800,000,000,000 جنيه، في صندوق النقد الدولي مكتوب 2,408,000,000,000 جنيه. هذه الأرقام موجودة عن المناشرة. وبالتالي النهاردة احنا عندنا تضاد واضح ما بين تقرير طالع بالتعاون مع الحكومة المصرية في إبريل، وهذه الحكومة جات هنا قدمت هذا مشروع الموازنة في إبريل برضه، الاثنين صادرين في نفس التوقيت. نسخة موجودة للبرلمان وللشعب يقعد يعك فيها، ونسخة مختلفة موجودة لصندوق النقد. الحقيقة أنا مشفق على النائب عبد المنعم إمام اللي تفاجئ، أو معرفش عمل نفسه متفاجئ، أن النظام بيزور في أوراق رسمية. والحقيقة سيادة النائب مش أول مرة يعملها النظام. النظام ده واخد على التزوير، وكلنا فاكرين ممدوح شاهين اللواء الكبير قوي في المجلس العسكري لما طلع قال جملته الشهيرة: التزوير على ودنه، التزوير على مية بيضة. لما كانوا بيزوروا في أوراق قضية الرئيس مرسي رحمة الله عليه بتاعة التخابر عشان يدينوه ظلم، وكلنا فاكرين أن النائب العام قال لهم: أرجوكم اضربوا أي تاريخ قديم عشان يبان أنه اعتقال قانوني. اللي نسي التسريب ده سواء النائب عبد المنعم إمام أو المشاهدين أفكركم بيه. بقول في الناس، والنائب العام بيقول لي: أرجوك اضربوا تاريخ قديم، اعملوا أي حاجة، وزير الداخلية يجي لي بكرة بتاع مصلحة السجون ودوني اسم المبنى، نقول يعني اسم معرف يعني حاجة كده، يقول يخصص المبنى كذا كذا، ما نقولش ده حاجة واحدة كلمة. احنا مزنوقين جدا في الموضوع. انا النائب العام بعت لي النائب العام المساعد اثنين معاه رؤساء النيابة، اللي هو نائب شرق مصطفى قضيه خاطر، والتاني بتاع مصر الجديدة ابراهيم بصالح. دلوقتي هم مزنوقين لان القضيه هتبوظ، دفاع مرسي عمال يلاعبهم على موضوع حاجه خلال الفتره الاولانيه تمام سيادتك، وقالوا تاريخ قديم، تاريخ بتاع، شوفوا لنا اي حاجه وهاتوا لنا قرار السيد وزير الداخليه بان المبنى اللي كان محبوس عليه ان هو طبقا لقانون السجون فيه كنا هنعملها الموضوع ده قبل كده، ما اعرفش وقف ليه. فأنا عايز يعني سيادتك بقى إحنا نقول المبنى ده، هنقول المبنى كذا كذا كذا، مش هنجيب سيرته إن هو داخل إحدى الوحدات العسكرية ولا حاجة، المبنى كذا، سيادتك بتطلع قرار يعتبر إيه من السجون الخاصة بوزارة الداخلية تبقى لقانون السجون يعني، بس عايزين القرار ده قديم. بدفاتره كله بحاله وماله كل الكلام ده خلاص، ويسجل بقى التسجيل قديم ومسجون محمد ناصر. بدفاتر كله شغال دلوقتي فيها. بص شوف القرار ده، احنا بننشره على بيضة. دي خمسة. مين؟ أي أوامر؟ يعني التزوير ما تقلقش. وليس في الوزير بقى. خلاص؟ بعد ما القضية تتحكم فيها ممكن نلغي هذا الموضوع. طب. ما فيش مشكلة. تحت أمركم التزوير على بيضة.
التزيير على ودنه. النائب العام، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وممدوح شاهين، وعباس كامل. عصابة بتضرب تاريخ برقم سجن بسجن ملوش وجود عشان يلبسوا قضية ويدينوا محمد مرسي. عصابة، وللأسف عصابة تحت السلم. ناس أكابر، نائب العام ومعاه مصطفى خاطر، ومعاه مش عارف إبراهيم بيه، مش عارف صلاح، ومعاه وزير الدفاع، ومعاه وزير الداخلية. إيه يا سيادة النائب عبد المنعم؟ أنت ما شفتش التسريب ده اللي ذاعته قناة مكملين؟ الله، ده كلام يا راجل، دي عصابة وقحة. صدقني عصابة يعني أيحة، لأن ده مش شغل ناس محترمة، ده شغل ناس بتوع تحت السلم. عارف العصابات تحت السلم؟ سرسجية يعني. وبعدين حتى ما اكتفوش بكده، لو انت فاكر يا سيادة النائب عبد المنعم إمام وانت لسه بتفكر تخرط في المجال السياسي، الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في 2014 اللي كان عضو لجنة الخمسين بتاعت الدستور، قعدوا واجتمعوا وكان عمرو موسى وشلة كبيرة جدا وحاجات جامدة جدا ولموا ناس، والآخر خالص بعد ما خلصوا نسخة الدستور اكتشف أبو الغار إنهم مسلمين نسخة تانية. أنت نسيت يا أستاذ عبد المنعم؟ اتفضل يا بيه. بعد يومين القوات المسلحة عزمتنا على العشاء، عزمت لجنة الخمسين، وإحنا في الآخر العشاء وزعوا علينا نسخة من الدستور، أشيك بقى من النسخة اللي كانت معانا وعليها العلم ومش عارف إيه، وقالوا النسخة دي هي اللي هتتقدم لرئيس الجمهورية. إحنا كنا تقريبا ماشيين، فمحدش فتح النسخة، مفيش غير واحد بس اللي فتحها اللي هو أبونا أنطونيوس بتاع الكنيسة الكاثوليكية. تمام. وقعد يدور لقى مكتوب حكومتها مدنية، فعمل زيطة قال إيه، وإحنا كلنا اتخضينا، دي مصيبة، إزاي يحصل تزوير وتغيير ومش عارف إيه. عم موسى جه وقال له لأ مش عارف إيه وكلام كده ومشي، والناس مشيوا والناس متضايقة جدا. وبعدين في ناس كلموني وقالوا نكتب ورقة ونعمل إعلان وإن ده تزوير وده غلط ومش عارف إيه. وبعدين بصراحة الرأي الأغلب قلنا مش عاوزين نعمل يعني دوشة في هذا الموضوع تؤثر على التصويت الإيجابي. أنا سألت، إذن التزوير حدث. بص أنا أقولك ثاني بس، ووافقوا الخمسين عقل مصري، ما هم دول كلهم شركاء الجريمة، وافقوا على أن الشعب ينزل يتعب ويحط صوته حر برد مش مهم على نسخة مزورة. يعني وافقوا وقالك مش عايزين نعمل بقى دوشة، خليها تعدي. دستور بيتزور من المجلس العسكري وخليها تعدي، القوات المسلحة زورته، خلينا نعدي. وعمر موسى قالك وابو الغار قالك مش عايزين نعمل مشكلة بقى. أنا عايز أهدي لسيادة النائب عبد المنعم إمام اللي اتفاجئ شوية صفحات قليلة من سجل دولة 30 يونيو، تزوير وجرائم وتزوير مستدات واتفاق الهدنة اللي فضحته سي ان ان لتزوير قضية ريجيني، اتهام وقتل ناس بريئة، فاكرين الخمسة اللي اتقتلوا في الميكروباص بتوع ريجيني، لتقرير وتزوير تقرير بتاع قتل سبب قتل محمد صلاح الجندي المصري، لتهريب سبائك ذهب برعاية الدولة. أستاذ عبد المنعم احنا عملنا لك ده جراف اهداء لك انت، السجل الاجرامي للناس دي، اتفضل يا بيه. متعوده دايما السيسي ونظام والسجل من الجرائم والتزوير. ف 2014 اعتراف ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري بتزوير اوراق في قضيه الرئيس محمد مرسي، اعتراف عضو لجنه الخمسين محمد ابو الغار بتزوير القوات المسلحه للدستور. في 2020 الداخلية تقتل خمس مصريين وتتهمهم بقتل ريجيني قبل أن تتهم إيطاليا رسمياً ضباط مصريين بقتله. في 23 تورط الدولة في تهريب دولارات وذهب عبر مطار القاهرة إلى زامبيا، وتورط المخابرات المصرية في فضيحة رشاوى ذهبية لعضو الكونغرس الأمريكي، وتزوير سبب وفاة المجند محمد صلاح ببيان رسمي أنه كان يطارد مهربي مخدرات على غير الحقيقة. ف 24 تزوير أرقام موازنة الدولة بعمل نسختين مختلفتين، نسخة لصندوق النقد ونسخة للمصريين،
وبرضه تزوير نسخ مسوده الاتفاق بين حماس واسرائيل، واتعملت نسختين مختلفتين، وده اللي زعيته سي ان ان. ده يا استاذ عبد المنعم سجلهم. انا عايز اهدي الاستاذ عبد المنعم امام اللي اتفاجئ الفيش الجنائي للعصابه اللي بتحكم مصر، اللي هي خليط من اردى انواع القتله على حراميه، على مزورين، على مهربين، على بتوع مخدرات، على خونه اللي بيسربوا اسرار البلد. الجريمه او بابسط جريمه تزوير، تزوير ارقام الموازنه دي بسيطه قوي. بص يا بيه اتفضل، ده سجلهم. ادي السجل عبد الفتاح السيسي المنصب الحالي رئيس جمهوريه. ابرز التهم قتل مصريين وخيانه ببيع الاراضي وفساد. ابرز القضايا المتهم فيها المتهم الاول بمذبحه رابعه، واعترف بالتخابر مع الامريكان قبل انقلاب 13، هو اللي اعترف بلسانه، وباع اراضي مصريه بدون وجه حق، تيران وصنافير، عين اولاده في مناصب حساسه، وده فساد. محمود السيسي المنصب الحالي الرجل الثاني في المخابرات، ابرز التهم ابتزاز وتهريب. ابرز القضايا متورط في ابتزاز الفلسطينيين عبر معبر رفح، ومتهم بقضايا تهريب عبر سيناء. عباس كامل مدير جهاز المخابرات المصري، ابرز التهم مخدرات، تخابر، تهريب. اعترف هو بتناول الترامادول في تسريب مشهور، اعترف بالتخابر مع السعودية لإبلاغها بقرار ترشيح السيسي، ومتهم أيضا بتزوير في سجن الرئيس مرسي اللي زعناه من شوية، ومتهم بتهريب الذهب والدولارات إلى زامبيا. دول الأولانيين. مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السابق والحالي، التهمة فساد. متهم رئيسي بقضايا فساد إبان فترة رئاسته هيئة التخطيط العمراني، وفق تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية رقم 123 لسنة 2011. كامل الوزير، وزير النقل الحالي واللي جاي، أبرز التهم تواطؤ وتهريب. اعترف في فيديو شهير بموافقته على تهريب السلع عبر منفذ سلوم مقابل مشاركة النظام مع المهربين، وده فيديو موجود صوته صورة. هشام طلعت مصطفى رجل أعمال مقرب من النظام، أبرز التهم قتل وسرقة وفساد. أبرز القضايا متهم مدان بقتل المطربة سوزان تميم، ومتهم بسرقة أراضي الدولة إبان حكم مبارك، وهو الآن وسيط لدولة الإمارات في تمرير أراضي مصرية. اللي بعده محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، أبرز التهم تهريب وسرقة وفساد. التهم بتهريب أقراص فياجرا داخل بودرة السيراميك إبان حكم مبارك وطلع منها. متهم بالاستيلاء وسرقة أراضي الدولة بسعر بخس إبان حكم مبارك. إبراهيم العرجاني المنصب الحالي رئيس اتحاد القبائل العربية اللي ملوش أي كيان قانوني، أبرز التهم قتل ومخدرات وتهريب. أبرز القضايا متهم بقتل ضباط شرطة وتهريب مخدرات وسلع إبان حكم مبارك، وهو الآن هم بس نسوا يكتبوا دي، متهم بابتزاز الفلسطينيين عن طريق تقاضي أموال من الفلسطينيين لدخولهم مصر. صبري نخنوخ رئيس شركة فالكون المسؤولة عن تأمين المطارات والبنوك والمؤتمرات، أبرز التهم بلطجة مش تهمة، ده مدان فيها، مدان في قضايا بلطجة ومخدرات إبان عصر مبارك. مشكلة الأستاذ عبد المنعم إمام واللي زيه أنهم عملوا زي الدكتور أبو الغار. سيظل يا دكتور محمد أبو الغار، سيظل الفيديو ده إدانة ليك قبل ما يكون إدانة للقوات المسلحة، لأنك أنتوا سكتوا، مش أنت بس، أنت وعمرو موسى والخمسين اللي كنتوا قاعدين، أنتوا سكتوا وما رضيتوش تعملوا شوشرة عشان الناس تروح تعمل أي حاجة وخلاص، مع إن ده دستور البلد. يا دكتور أبو الغار، أحمد الطنطاوي اللي كان ناوي يترشح لرئاسة الجمهورية في السجن الآن بتهمة إن في شخص زور له توكيل. أيمن نور دخل السجن 5 سنين في عصر مبارك بتهمة إن حد زور له توكيلات. تخيل بقى أنت القوات المسلحة مش زورت لشخص، زورت لشعب دستور، وأنتوا سكتوا. نفس القصة اللي بيعملها عبد المنعم إمام واللي بيعملها البرلمان دلوقتي. عارفين الحقيقة لكنهم بيتجاهلوا المجرم الحقيقي، ويقعدوا يلفوا ويدوروا زي كده الأستاذة لميس
اللي طالعة بتقول لمدبولي أهم حاجة الشفافية ورضا الناس، وهي متجاهلة اللي على رأس الدولة اللي هو أكبر واحد فيهم ما عندوش بربع جنيه شفافية ولا حتى يعني أي درجة لمحاولة إرضاء الناس، بل بالعكس الكهرباء النهاردة بتقطع على الناس بالثلاث ساعات. اسمع لميس بتقول إيه؟ الشفافية لما يكون في قرار يكون في شرح مسبق لهذا القرار، الناس لازم تفهم ولازم تعرف ولازم تستعد لهذه القرارات عشان تقدر تفهم أهمية هذه القرارات. العلاقة مع الناس، لما الناس تقول إن المقابر فيها مشكلة والهدم تلاقي حد يكلمها، لما أهل الزمالك يقولوا عندنا مشكلة حد يكلمهم، لما أهل مصر الجديدة يقولوا عندنا مشكلة، لما أهل الصعيد يكون عندهم مشكلة يلاقوا حد يكلمهم. ده نسمع الناس ونساعدهم ونرضيهم، ده مهم جدا. رضا الناس، رضا المواطن هو أساس أي حكومة ناجحة وأساس أي حكم ناجح. أظن أن هذه هي كلمة السر للحكومة القادمة، بتمنى لهم كل توفيق. لا، هو رضا الوالدين أهم من أبوك وأمك. أنت بس كنت المفروض تعلقي دي، تحطيها استرابة تحت كده، رضا الوالدين أهم من أبوك وأمك. بس فين رضا الناس يا لميس في 10 سنين؟ فين الشفافية غير اللي انت لابسها ده في قرارات الطحن؟ أفكرك يا لميس 10 سنين وانتوا بتطبلوا للناس دي، 10 سنين وانت بتطبلي وانت مش قادرة تفتحي بقك قدام عصابة من اللصوص. 10 سنين ادي رضا الناس. نشوف كده رضا الناس، أروع أيام الوطن. ادي رضا الناس، تضخم 500%، 10 سنين السولار 809%، البنزين 594%، بنزين 92، الغاز الطبيعي 1525%. رضا الناس، اسطوانة الغاز بتاعت الناس في 10 سنين اترفعت 1150%، تذكرة المترو بتاعت الناس العادية جدا اترفعت 1200%، الكهرباء كهرباء هنتكلم عليها لما نقعد دلوقتي 762%، العيش بتاع الغلابة 400%، الحد الأدنى للأجور اللي كان من 10 سنين 1200 جنيه تساوي 150 دولار، النهاردة 6000 جنيه كلها على بعض شك براكب بتعمل 122 دولار، سالب 25%. سعر صرف الدولار، الدولار كان ب 8 جنيه بقى ب 48 جنيه. أهم حاجة رضا الناس. مشكلة مصر ونخبة مصر إنهم كانوا يعني يعملوا حاجات كتير قوي، لكن كل اللي يقدروا عليه إنهم يلقحوا كلام من بعيد لبعيد، زي اللي عمله الأستاذ مجدي الجلاد لما قارن بين فريق الأهلي وبين مصر. ليه الأهلي متقدم ومصر متخلفة؟ عشان يرمي كلام كده ويقول الكلام إلك يا جارة. نسمع كده مجدي الجلاد قال إيه؟ الأهلي بينجح مصر ما بتنجحش، مع إن الأهلي مؤسسة مصرية، بينتصر الأهلي ويحقق تقدم كبير، مع إن مصر يوم ورا يوم وسنة ولا سنة بتتأخر أكتر. فاعتقادي الشخصي إن السؤال ده أكبر من كرة القدم، إنه السبب الأول في إنه الأهلي مختلف عن مصر كتير إنه لا يحكمه شخص ولا يخضع لوجهة نظر واحدة، الكل في النادي يقول رأيه ويسمع إليه. السبب الثاني إنه الأهلي يعتمد في اختياراته على أصحاب الخبرة والكفاءة بغض النظر عن الولاء والانتماء والنفاق والتملق. الأهلي بيختار عناصر أثبتت كفاءتها في مجالات مختلفة، وممكن يغلط لكن بيصحح خطأه. يقال عن الأهلي إن هو بتحكمه مبادئ أساسية، يعني دستور غير مكتوب أو مكتوب، ولكن هناك اتفاق جماعي داخل النادي الأهلي على إن هو ده اللي بيحكمنا. يعني محمود الخطيب مش أكبر من مبادئ الأهلي ومش فوق الأهلي، الأهلي فوق الجميع. والأهم من كده إنه الأهلي بيعتمد في الأساس على العنصر البشري. مصر مش بتعمل ده كحكومة كدولة. والعنصر المهم جدا في هذه المفارقة بين الأهلي ومصر إنه الأهلي بيعتبر أن النادي ليس ملكا لمجلس إدارته ولا ملك كمان لأعضاء النادي نفسهم، ولكنه ملك لجمهور النادي في مصر كلها وفي العالم كله.
هو ده السبب اللي بيخلي الأهلي غريب عن مصر، إنه بينجح وبيتقدم وإحنا بنتأخر كتير. رجعنا بقى لعصر الترميز والنغز من تحت لتحت ورمي الكلام، بس كويس. أنا بشكر الأستاذ مجدي الجلاد إنه اتكلم بصراحة. ده الفرق بين الأهلي ومصر. هو القصد مش الأهلي، القصد إن ده ليه مصر متخلفة. مشكلة مصر عمرها ما كانت في تغيير حكومة، سواء مدبولي جاء أو مش عارف مين جاء، لأنك لو جبت أذكى واحد في مصر يدير حكومة هنفضل في نفس الدائرة. هي دي الدائرة. يعني لو جبت أبو الغار، الدكتور محمد أبو الغار، يدير حكومة مصر هيفشل، وفشل فعلا. أنا مش عارف إزاي رضيوا على الحكاية وسكتوا. 50 واحد، مش أبو الغار، 50 عقلية مصرية، القوات المسلحة المصرية زورت لهم الدستور وغيرته وقالت لهم هو ده اللي هيتعمل عليه. قال لك خلاص بقى مش مشكلة، مش هنعمل دوشة. إذن أبو الغار نفسه أو 49 واحد اللي معاه لو كانوا هيحكموا مصر أو هيديروا حكومة مصر كانوا هيديروها بنفس العقلية، لأن السيسي هو بس اللي بيحكم، هو بس اللي شايف، هو بس اللي عارف، هو الجندي الأول، هو المعلم الأول، هو كل حاجة، كل حاجة. وهو اللي يقول واللي هيقوله يمشي، وهو اللي شايف إن استمرار مدبوري يعني لأنه ماشي على طريقته في الحكم والشغل والإدارة. وده اللي قاله الدكتور عمار علي حسن. قال لك حتى لو رحل الدكتور مصطفى مدبولي وجاء أكثر المصريين ذكاء وخبرة وأعمقهم رؤية في الاقتصاد والإدارة، فلن يتغير شيء طالما أن الحكومة بلا صلاحية، وطالما أن الدولة الآن بلا استراتيجية ولا خطة محكمة تعمل لصالح أم الشعب. المشكلة الوحيدة في استمرار مدبولي أنه وليد إنكار مزمن لخط المسار الذي أخذت البلاد إليه في السنوات العشر الماضية. ومعنى استمرار الرجل أنه هناك إصرار على المضي في الطريق نفسه ورفض كل الأصوات التي تقول توقفوا وإدرسوا واعتبروا وتحسسوا موضع أقدامكم واختاروا ضربا أنجع ينقذ البلاد من الذهاب إلى الهاوية. والمشكلة الأخرى في استمرار مدبولي أن السلطة ترى أنه لا علاقة بين السياسة والاقتصاد، وهو أمر خاطئ تماما. ندفع ثمنه الآن وسنظل. اللي حصل من 10 سنين، 50 عقلية مصرية جبارة، وطنيين كلهم، سير ذاتية يعني براقة، خدوا مقلب. الورق الدستور اللي هم مضوا عليه لقوا نسخة نهائية جاية من القوات المسلحة مختلفة. ماذا فعلوا؟ سكتوا. وهو ده اللي بيعمله الدكتور مصطفى مدبولي. يعني أفهم إن وزير الداخلية يزور، النائب العام يزور، وزير الدفاع يزور، ممدوح شاهين يزور، وكلاء نيابة عصابة تزور، ماشي. لكن إن 50 عقلية مستقلة تزور أو ترضى بالتزوير، دي جريمة. عرفت يا أستاذ عبد المنعم؟ ده نظام خد على كده. وللأسف اللي بيخش جوه الدايرة دي بيبقى واحد منهم، ومضطر يبقى واحد منهم. ولنا في الدكتور أبو الغار أسوة، مش حسنة بس أسوة. أديك شايف 50 عقلية مصرية مستقلة. يعني النائب العام لو ما زورش هيطير، مع أنه دستوريا ما يطيرش، مش من حقهم يطيروه. وزير الداخلية لو ما زورش هيطير، وزير الدفاع كان وقتها هو زعيم العصابة، ممدوح شاهين بيزور ويقولك احنا في التزوير على ودنه لأنه في الآخر ضابط كبير، ماشي. لكن 50 عقلية مستقلة لماذا ترتضي بالتزوير وتسكت عليه وتخدع شعب بحاله 100 مليون عشان ينزلوا يدوا صوتهم لدستور هم ما حطهوش أو تزور؟ هي ده اللي قاله الدكتور عمار علي حسن. أي شخص محترم محترم هيدخل جوه الدائرة دي لازم يبقى زيهم.
اطردوا آل لوط. ما فيش نظيف هيخش في وسطهم، والنظيف اللي هيخش في وسطهم لو ما عملش زيهم هيتبهدل. الخلاصة مصر هتفضل ترجع للخلف طول ما مسكها عصابة حرفيا، وعصابة واقعة، عصابة تحت السلم حرفيا، مش مجاز. العصابة دي بتسرق مصر، بتنهبها، بتزور، بتقتل، بتخبي، بتداري، وتعمل كل الجرائم على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. كل جريمة تتخيلها أو لا تتخيلها بتعملها عشان تفضل موجودة على عرش مصر. هتفضل مصر ترجع للخلف طول ما نخبتها إما بتسكت على التزوير زي الدكتورة بلغار، أو بتلمح وتلقح من غير ما تعلق الجرس في رقبة المجرم الحقيقي اللي بيسرق مصر للخلف.